السلام عليكم اخوت كيديروا بخير لاباس عليكم كاملين نشكركم كاملين على السيبور على لي ميساج ديالكم كنشكركم بزاف 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 واستسمح واحد الرساله للعشاق او الاول لي فان ديال الراب الجزائري كنعتذر لكم بزاف لان اول مره تنصراحه تندير رياكشن على زيد كتقولوا نتوما زيد كا ما انا قريتها زيد كي سو رابور صراحه رابور فور رابور بجد حتى هو تيتصنف من الروابا اللي الراب الهادف ولا الراب الناس اللي واعيين الناس اللي عارفه اش كتقول وعارفه سميتو كنشكركم بزاف واستسمح على هاد القضيه وكنشكر الاخوان اللي ترجموا لي المعنى ديال صاب ما عرفتش المعنى ديالها مي داروا لي زعما المعنى ديالها هي بحال قلتي سكت ولا تتقال لواحد القطوط ولا ما عرفتش كي كتقول صاب بحال قلتي الشاد يعني سكت كنشكركم بزاف المهم اليوم غنديروا غننتقلوا للراب المغربي الوحش كازا الوحش ديال الراب المغربي اللي هو دائما بعد ما درنا الرياكشن على البنج ديال الو بابا هذا قال لك الو عمي غنشوفوا شنو غايقولنا في تراك حاليا انا زعما سوبرايز شتقيتو ديجا معشش في تريند مراكو كنظن هو الثاني الو بابا تراك الو بابا الو عمي ديمون برود باي ويسكرار اند ستري كيج غنشوفوا شنو كاين في التراك هذا شنو جاب لنا سميتو ديمون في التراك ديالو Check it out. Я тебя дертина контроля.
تراك تراك كلاش خفيف ظريف دائما ما تي طوش تراك ديالو تاع داك القاصح سبيسيال تبكر الخوت سي بي 4 جيج خاليه مارو قال الخاليه كامله شكرا لكم كامل على التراك شكرا لكم كامل على المزيكا اللي كتعطيو صراحه الراب المغربي غادي في واحد غادي تي الناس كيعرفوا الناس هنا في مراكش تيتسنتوا الراب المغربي بحيث ولا كراتي اللي تيتوشي واحد كاين الناس كتبدع المغاربه معروفه عليهم الابداع المغاربه معروفه عليهم الابداع كيخرج من المغرب عملوا البوردر ديال المغرب كيخرج برا تيتلونسا لان بنادم عنده ما يدير عنده ما يقول عنده في يدو شي حاجه راسو في شي حاجه باغي ولكن بلا سقف الروف ديما الروف كلشي سقف ما يمكنش تزيد الفوق تيخرج بنادم من سميتو وبهاد الامكانيات اللي عندنا وبهاد التحنصير هذا ومع ذلك بنادم يعني بنادم تيبان وتيتلونسا كيعطي بالعربية تعرفت كيعطي زعما فهمتي يعني انتم كيما كتشوفوا الراب المغربي راه تدخل هاد القائمة كتلقى مراكنة كيديروا رياكشن على هاد التراكات ولا درتو مثلا ولا دير الراب مروكو دير الراب ماروكو ولا الراب مروكو وغادي تشوفوا دير رياكشن في يوتيوب وتشوف المراكنة والناس الأجانب يعني ماشي مغاربة ولا عرب ولا شي حاجة يعني تي رياكشن للسميتو للراب المغربي هذا ما كان الخوت لبتي اول مرة تشوف هاد الفيديو ولا هاد لاشين دعمنا بلايك سبسكرايب في القناة كومنتير عجبك شي حاجة كتبها لنا ما عجبتك شي حاجة حتى هي كتبها لنا السلام عليكم